هستأذنك، عايزين نشوف مشهد من مسلسل ضرب نار. وكم جرت العادة برضو هي المشاهد بتاعتك لازم تبقى لافتة جدا، يعني حتى برضو في الويلكم كليب. اه والله، وانت بتتكلمي حتى مع ماجد المصري الجملتين اللي قلتيهم برضو قاتلتين جدا. بص، بما ان انا اختك، انت مفيش حد ليك في الدنيا غير اختك وبس، ايوه مش حاجة، حلقة استحواذية جدا قفلت يعني. عليه. اه حصار. ايوه فانا هستاذنك هنشوف مشهد من ضرب نار. غير كده انا مش دايما، وانت اظن عارفه ده، انا مش من اصل اللي هو يلا بينا نتكلم على مسلسل، باعتبار ان احنا يا دوب لسه مخلصين رمضان. انا بحب اتكلم في العام وانها تبقى دردشه وحواديت والكلام يجيب بعضه، بس برضه هنشوف جزء من ضرب نار ونرجع نكمل الكلام. اوكي. يا فندم، في مدام عايزه حضرتك. اسمها صفاء. صفاء اخت زيدان باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا مش جايه اتضايف في بيت اخويا. ايه ده انت طلعتي حلوه اكتر كمان ما وصفوكي ليا، بس مش عارفه بقى هتطلعي عاقله ولا زي ما بيقولوا. انا ما كنتش عارفه ان انت جايه تعينيني. انا جايه لمصلحتك. انا شايله عنك بلاوي كتير، اولهم يمنى مرات زيدان باشا، وتانيهم يسري اخو زيدان باشا، وناس كتير عايزين يأذوكي ويشيلوكي من السكه. انت عارفه الاذى سهل، لكن التفاهم للي بيفهم اسهل. انا مش عارفه ايه كراسه الشروط اللي انت جايه تكرها لي دي. حضرتك ما تتعبيش نفسك وتبعدي عني اي اذيه. أنا ربنا خلقني أعرف أرد للي يفكر بس يجي يأذيني. ونعمة بالله، وأنا ربنا خلاني ما بحبش أضيع وقتي، فالهري واللك ده ما حبوش يا بتاعت شبرا أنت. أهو أنت قلتي، خافي بقى من بنات شبرا، واللي يقرب ليهم يزعل قوي. أنا مش لسه قايلة لك ما بحبش أضيع وقتي؟ هخش في الموضوع على طول. شيك ب100,000، وليكي شيك زيه تاني لما تمشي من هنا وتشيلي زيدان من دماغك وتبطلي تلعبي عليه. تمام. عايزه حاجه تاني تقولها لي؟ هتمشي امتى؟ النهارده هيجيلك الخبر. بس اضمن منين بقى الشيك التاني ابو 500,000 جنيه؟ ايه ده؟ ما كنتش عارف انك عمليه كده. هو في احلى من الانجاز؟ خلينا ننجز. تشربي ايه؟ عندي فراوله فريش اجيب لك؟ ابقى اشربه معاكي لما اجي لك شبرا ومعايا الشيك ابو 500,000 زي ما انت قلتي. هو الشخصية دي شريرة ولا مش شريرة؟ لا، هي مش شريرة، هي عملية جدا، وبنت وكبرت وكبرت عيلتها معاها، فمش متخيلة ان تجيلها بنت من تحت الأرض تسحب بقى 20 مليون كده و50 مليون كده لا، الملايين دي احنا تعبانين فيها. داخلة بقى تقشط العيلة ولا لا إيه؟ لا، لو عالساهل كده ما شافتش أيام وليالي وتعب ومجهود، لا، فعلى طول بتتصدى. يعني لما الموضوع يجي بقى عند السنين اللي هي تعبت فيها عشان تعمل الثروة دي، حد بقى يلعب فيها؟ لا، حتى أخوها ما بتهتمش بيه. لا لا، لما بتيجي يعني تمثلي الشخصية، خلاص انت داخلة على البلاتو هتصوري، انت بتبقي جهزتي الشخصية ازاي؟ يعني بتعتمدي على اللي بتقريه، وممكن تستدعي حاجات زي ما حكيتي على مسلسل ذات، واستدعيتي شخصية بتاعت جدتك الى اخره، بتمثلي ازاي؟ بمثل ازاي؟ شكلك عايز تمثل. لا شكلك عايز تمثل ولا بعرف. لا، انت عارف انك جان والله ولا الهوى. لا قالوا لك كذا مره. والله العظيم على مشارف ال50 وضايع. مالكش تجربه تمثيل قبل كده؟ مع يعني دخلت فيلم مع خالد يوسف، غالبا انا بوظته. ليه؟ طلعت 9 مشاهد. دايما اقول لخالد كده، اقول له اكبر غلطه انك خدتني، يقعد يضحك يقول لي بالعكس يا ابني. ايوه. اقول له
انا ابيض. لا تنفع تمثل على فكره، انا ابيض لانك جين وشكلك مهندم وعندك قبول. بس انا لو بتسالني انا، يعني انا اقول لك انه مش مهم الممثل او الممثله يكون شكلهم جميل بقدر ما يبقوا فعلا موهوبين بشكل حقيقي، عندهم قدره حقيقيه على التشخيص. وانا احب كلمه تشخيص عشان في ناس بتعتبر ان الكلمه مش حلوه. انا بشوف تشخص دي حاجه كبيره قوي. أيوه. قوي يعني، فبتحتاج موهبه حقيقيه يعني. بس برضو لما تبقى وسيم وعندك قبول وجسم رياضي دي برضو بوابه، وبعد كده نشوف موضوع بقى التشخيص ده. لو مفيش هتقعد في البيت. بوابه غير دائمه، عامل بالظبط زي الفنانه انت مستضيفاني. زي بالظبط الفنانه اللي ممكن تعتمد على انها جميله. محمود المليجي في رايي واحد من اهم الممثلين اللي ظهروا في الدنيا. ايوه صح، وبالتاكيد لا يوصف بانه ممثل وسيم او جان. ايوه، بس بالتاكيد مفيش واحد يقدر يعمل فيلم الارض غير محمود المليجي. الاختيار غير محمود المليجي. اسكندريه ليه في الشخصيه بتاعته غير محمود؟ محدش هيعرف. فدي موهبه. لكن بقى والله الفنان ده وسيم، الفنانه دي جميله، وبعدين فين الموهبه؟ هي داخله بس يعني 20% من القصه. لو ما كانش فيه موهبه بس اسمها يعني عدت، لكن لو مفيش موهبه مش هتشوفها تاني، مش هتقابلها يعني. ممكن تعطلنا 6 شهور كده لغايه ما نكتشف ان ما بتعرفش تمثل او ما بيعرفش يمثل. بس لما تبقى ممثل كويس قوي 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 وما عندكش لا القبول ولا الشكل الكويس ولا الجسم الكويس ولا اكشن ولا مواهب اخرى، يعني هنقعد وقت طويل لغايه ما نكتشف.